وضحكتك نورت استوديو ألوانك إزاي هي نورت استوديو وجابت لنا هكا برشا طاقة إيجابية وبرشا تفاؤل. إن شاء الله ديما طاقة إيجابية إن شاء الله، وأكيد باش نتفائلوا برشا بالفرص التكوين اللي متاحة للناس اللي تحب تمشي للتكوين، واللي فما في التكوين دورتين، فما دورة سبتمبر ودورة فيفري. احنا مش نحكيوا على سبتمبر، تو خلينا في القريب. دورة سبتمبر فيو اللي هو تسجيل في توا موجود، معناها محلول على دورة سبتمبر، توفر الوكالة التونسية للتكوين المهني قرابة 23 ألف موطن تكوين في مختلف المستويات التكوينية. توا معناها أبغتير من جوان تم فتح باب التسجيل للدورة هذية، كما قلت مختلف المستويات التكوينية. دونك عنا في مستوى مؤهل تقني سامي اللي هو ناس ناجحة بكالوريا، وإلا يكون عامل بي تي بي مؤهل تقني مهني ويحب يمر للبي تي اس. دونك عنا تقريبا 2700 موطن تكوين. بالنسبة للمؤهل تقني مهني اللي هو من سانكيام اني، من دوزيام اني بليتو، سانكيام اني نظام قديم، دوزيام اني نظام توا، دوزيام اني منهيت حتى للبكالوريا بدون نجاح. دونك نجم يلتحق بمستوى مؤهل تقني مهني عندنا 8650 موطن تكوين. بالنسبه لشهاده الكفاءه المهنيه اللي هي من 9 اني، دونك 9 اساسي منهيت حتى للدوزيام اني غير منهيت، دونك هذه نوفروا فيها 8507 موطن تكوين. وعنا المستويات اللي أقل شهادة مهارة، وإلا اللي حب يعمل كومبيتونس معينة، دونك هذوما اختصاصات فيهم قرابة 2000 موطن تكوين. دونك ينجم يترقى الواحد من مرحلة لمرحلة، معناه ينجح في مستوى معين ينجم يطلع المستوى هو من مستوى شهادة الكفاءة المهنية، معناها مستوى شهادة مهارة لابيا هذيك، معناها على خاطر هي دي كومبيتونس معينين، مهارات معينة من شهادة الكفاءة المهنية، ينجم يتدرج يكمل مؤهل تقني مهني وبعد يكمل مؤهل تقني سامي. بيان سور ثم مناظرة من البي تي بي للبي تي اس، مناظرة وطنية واللي هي مفتوحة توا حتى لو 31 جويي، معناها اللي مازالوا ما يحبوا يعملوا يلتحقوا بالبي تي اس وهما عاملين بي تي بي، دونك لازمهم يزربوا شوية خاطر قريب المناظرة توفى، ومن بعد يقول لك ما التحقتش بالمناظرة وفاتت عليا المناظرة وكل شيء. سورتو نأكد اللي معناها تنجم تجيب جوست شهادة نجاح، كان الدبلوم تاعك مازال ما حضرش، شهادة نجاح تخول لك باش تشارك في المناظرة هذه. دونك عندنا كما قلت باب التسجيل مفتوح، دونك اللي نجحوا بكالوريا واللي يحبوا يلتحقوا بمستوى مؤهل تقني سامي بيان سور الباب مازال مفتوح. سينو اللي حتى ما وفقهمش الحظ، معناها راهو نقولوا اللي هي اللي يدخل بي تي بي شهادة مؤهل تقني مهني هي تعادل شهادة البكالوريا وينجم يكمل من بعد في المستوى اللي من بعده. بيان سور خصوصيا تاع الدورة هذه انه ثم زوز مراكز كانت في إعادة هيكلة ورجع عن النشاط نتاعها ان شاء الله في الدورة هذه في دورة سبتمبر، اللي هو مركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور صفاقس ومركز التكوين والتدريب المهني بتبلبة. دونك هذوما بشرى للطالبي التكوين في صفاقس وفي المستير ومطالبي التكوين الكل، اللي هو راهو هذوما مراكز كانت في إعادة هيكلة وان شاء الله السنة باش يتم تدشينهم. دونك باب التسجيل ديجا مفتوح فيهم في الاختصاصات الموجودة فيهم توا. فما مراكز فيهم مبيتات؟ اكيد، هو كل حتى كان ما ثمش مبيت راهو ثم وحده مبيت ومطعم. نحن عندنا مراكز فيها مبيتات وثم مطاعم اللي بالمراكز، معناها واللي دونك يتمتعوا وليداتنا بالاقامه وبالاكله، معناها نصف الاقامه والاقامه كامله، معناها بما فيها المبيت ونصف الاقامه هي اللي مصباح حتى نهايه الدور الفطور بركه. دونك زاد كيف المترشح اللي يتم قبوله في التكوين المهني، دونك يولي سي متكون عنا نحن، دونك بعد يقدم اوراقه باش يتمتع بالاقامه بيان سور حسب البلاصه وحسب زاد طاقه الاستيعاب المتوفره في المبيتات وفي المطاعم. عندنا في تونس وحدات مبيت ومطعم، بن عروس، جمرت، وعندنا وبرج الصدريه باغ اكزومبل في تونس الكبرى، وعندنا مبيتات اللي هي تابعه للمراكز. دونك زاد كيف في مختلف ولايات الجمهوريه، عندنا في حمام في القلعه الكبرى، عندنا في صفاقس وحده مبيت ومطعم،
المطعم، سينو كما قلت لك عندنا المبيتات اللي هي راجعه بالنظر للمراكز. دونك نوفروا الاقامه على حسب زادة طاقة الاستيعاب المبيتات نتاعنا، الأكلة بيان سيغ اللي يطلب نورمالمون يلقى، خاصة في نصف الإقامة، معناها في نصف الإقامة نوفروا ما فماش مشكلة في هذه أي جوست نعرفوا النومبر باش نحنا نجموا نوفروا الأكلة للمتكونين اللي يسكنوا بعاد ويقراوا ويراوا ينجموا يروحوا ينجم يروح العشية بركة. كيف كيف نحب نذكر اللي التكوين عندنا أكثريته 80% من التكوين المهني هو تكوين مهني بالتداول، دونك قد ما تعدي في المؤسسة الاقتصادية قد ما تعدي في المؤسسة التكوينية، وهذايا لافونتاج نتاع التكوين المهني، وهذايا اللي يرفع من تشغيلية التكوين المهني، على خاطر كيف تعرف على المؤسسة الاقتصادية راهو زادة باش تعرف على كيفاش تكون في المؤسسة الاقتصادية، مش كيف كيف، معناها مش الجانب التربوي مش نظري برك، مش نظري بركة، ثم التطبيقي، وثم زاد حتى في التطبيقي تحفظ برشا حاجات، كيفاش تتعامل مع العارف، كيفاش تتعامل مع الزملاء في العمل، معناها ماهوش جوست باش تحفظ دي تكنيك بركة، حتى في السوفت سكيلز معناها باش تبني شخصيتك، ثم مشاكل في الميدان تعرف تحلها، وانت في المؤسسة الاقتصادية مش وانت في المؤسسة التعليمية، مش وانت في المؤسسة التعليمية، خاطر في نخرجوا نحن ديما من المؤسسة في الدار نتاعك، معناها عرفت المؤسسة المسكرة للعالم الأوسع بشوية. دونك كيف تلقى مؤسسة اقتصادية ثم برشا تعترضهم بعد مشاكل ويقولك مشاكية نسخي للخدمة ودعشنية، دونك ليه هك تكتشف انت في العالم الواقعي الحقيقي الواقعي والعالم نتاع تشغيل، وعلاش لا تحل بروجي وحدك تكتشف زادة مهارات اخرى فيك وتنجم تحل بروجي وحدك. دونك هذا الافاق اللي يفتحها ديما التكوين المهني بارابور لشهيد اخرى، معناها المهم الاختيار الصحيح، وذلك علاش نحن عندنا مسؤولين على الإعلام والتوجيه والمرافقة في كافة المراكز. دونك نقولوا اختاروا الاختصاص الصحيح، خاطر توا برشا مكالمات تجينا ولا حتى تساؤلات تجينا على الباج نتاعنا على الفيسبوك، راني عمرت الاختصاصات بالغلط، راني الاختصاصات هذوما كيفاش نبدلهم. دونك تقع كل الإشكالية ما نحن فسخنا اختصاص، ما يتصل بالمركز باش يفسخ له اختصاص وكل شيء، دونك يلقى روحه ثم اختصاصات سكرت اللي هو كان راغب فيها. دونك ركزوا بالقداء قبل ما تعملوا الاختصاص اللي تحبوا عليها، امشي واسألوا، معناها مش بعد ما تعمر تمشي تسأل على الاختصاص ومن بعد تقول لي مش هذا اللي انا نسخايله، معناها نسخايله اختصاص اخر ولا اختصاص يقرب له. دونك اسأل بالقداء، ثم مسؤولين على ثم دليل نتاع توجيه فيه التفاصيل، هو ثم على السيت نتاعنا في السيت نتاعنا سوغ انترنت تلقى الاختصاصات الموجوده الكل معناها بقداش مده التكوين نتاعها وقتاش يدخلوا للتكوين، معناها المعطيات كلها موجوده على السيت نتاعنا سوغ انترنت اللي هو www.atfp.an، وكيما التسجيل عن بعد زاد كيف كيف موجود على الموقع نتاعنا اللي هو www.atfp.an. كيما نقول لهم يتصلوا باقرب سنتر، راه مش بالضروره باش يمشي للسنتر اللي فيه الاختصاص اللي حبالي، اقرب سنتر ليك اقرب مركز تكوين ليك انت تمشي له، تلقى مسؤول على الاعلام والتوجيه مرافقه يوجهك كان سوا للاختصاص في مركز نتاعو والا في مراكز اخرى في كامل تراب الجمهوري، معناه يشوف الميولات نتاعك يحكي معاك ويحاول يوجهك التوجيه الصحيح اللي انت ترغب فيه اللي انت تختاره بالطبيعه. اكيد كلفه التكوين، التكوين مجاني، معناها نحن جوست لانسكريبسيون المرلوله معناها الفاري ما بين 15 و 30 دينار، معناها هذيك كهوا، ما التكوين مجاني برشا يسالوا يقول لك التكوين اكيد فيه برشا فلوس فيه درشان، دونك ليه كلفه عاديه، معناها هو الترسيم العادي في كل كيما في المكتب وكيما في التعليم العادي، معناها دونك كلفه ماهيش كبيره، معناها حتى في الإقامة راهو، معناها حتى في الإقامة وفي الأكلة راهو كلفة ما حد شيء، رمزية نسميه مجاني للمتكونين تاعنا، وهذا يعني حتى لظروفهم المادية صعيبة راهم قادرين، معناها ما تسلمش ما تسلمش في القراية بكل أشكالها، سواء كانت في التعليم اللي نعرفوه ولا في التكوين المهني اللي نعرفوه زي. والظروف نتاعو صعيبة ينجم راهو يعمل مطلب إعفاء دونك من معاليم الترسيم وندرسوا الملف نتاعو وينجم يتمتع بالاعفاء سواء في الاقامه في المبيت والا في الاقامه في ولا في التكوين المهني. كيف كيف ثم بعض الاختصاصات ذات الاولويه وموجوده زاد القائمه تاع الاختصاصات هذيا اللي نزيدوا نعطيو فيها منحه التكوين 60 دينار منحه شهريه للمتكونين في الاختصاصات هذوما. دونك الابواب كلها مفتوحه، الابواب كلها مفتوحه، جوست يزربوا شويه خاطر ثم اختصاصات بدات تسكر، الاختصاص اللي عليه ضغط كبير راهو تسكر، دونك ثم اختصاصات مازالوا محلوله على خاطر معناها نبدا الاختصاص هذاك باش يحل في سبتمبر وفي نوفمبر وفي اكتوبر، دونك تلقاوها مازالوا محلولين، دونك ثبتوا مليح
وماذا بكم تزربوا شويه خاطر الساعات يجيونا بعد العطله بعد ما يكملوا صيف وكل شيء وقال لك اه نسيت راني باش نلتحق بالتكوين انا في بالي باش قايد ما نسيت التقييد يتحل على بكري دونك على بكري راهو التقييد يتحل وان شاء الله العباد كلها تلقى الاختصاصات اللي يحبوا عليها سينا دوره فيفري بيان سي مربوط بعمر التكوين لا ما ثم هذه احسن حاجه في الحكايه نحن من 15 سنه فما فوق 15 هاي. سنه اقل عمر سينا حتى 60 70 سنه مرحبا بي حبي يعمل تكوين مهني مرحبا بي دونك التكوين مش مربوط بحتى عمر حتى اللي يخرج ساعات ثم برشا يخرج ويخدموا ومن بعد يحب يحل مشروع في اختصاص معين هاي. دونك يجي يعمل تكوين مهني باش يبدا عنده الكفايات اللازمه في الاختصاص هذاك يعطيك الصحة الحقيقة معلومات مهمة جدا السيدة فاتن بنينة مديرة الإعلام بالوكالة الوطنية للتكوين المهني حول دورة سبتمبر في للتسجيل في التكوين المهني أنا حكينا على التفاصيل الكل اللي إمكانياته ما تسمحش راه عنده الحق في الإعفاء من مصاريف التسجيل وإلى الإقامة اللي هي رمزية جدا مش مربوطة بعمر من 15 سنة حتى 105 نجمو تمشي تقرا نجمو تمشي تقرا مستعدين تكون مرحبا بي تعملوا التكوين نتاعكم ان شاء الله ربي يعطيكم الصحه والنجاح ومن بعد تلقاو خدمه سواء خدمه في المؤسسات اللي تعملوا فيها التكوين واللي هي غالبا تقبلهم والا باش يعملوا المشاريع نتاعهم هما بيدهم يوليوا يعني مشغلين والتشغيليه بالخارج برشا يسالوا زاده على التشغيليه دونك الابواب مفتوحه للتشغيليه بصفه عامه اي يتقبلوا جماعه التكوين المهني مطلوبين في الدنيا الكل الحمد لله يعطيك الصحه اللي فاتت شكرا ليك ونهارك زين